خليني أخذ مكالمة من الأخت أنجيل. أهلا وسهلا أختي أنجيل، أنت معانا على الهواء، تفضلي. أهلا أسيس مزار، الرب يباركك. شكرا لمحبتك، شكرا للبرنامج المبارك ده واللي بتصلوا من أجل الناس، أشكرك يا رب. ربنا يباركك يا أخت أنجيل، تفضلي، شو على قلبك أختي؟ نشكر الرب. أنا من حوالي 20 يوم جاتني عدوى بتاعة الفيروس أنا وجوزي. وهو تعب خالص وراح المستشفى، أنا قعدت لوحدي في البيت، وكان الدور كان ما كانش فيه سخونة غير حاجة بسيطة، بس أكتر حاجة كانت واضحة الحالة النفسية نفسها، زي ما يكون حد يعني مش قادرة أتحمل حد حواليا. طبعا ما فيش حد، أنا لوحدي، ما حدش معايا خالص، ممنوع حد يجي عندي علشان العدوى. وبعدين يعني هقوم مثلا لسه هنام زهقانة ومش قادرة أتحمل، وأروح أي مفطة كده وبجري على أي حتة، على البلكونة، على الصالة، زهقانة خالص، حتى نفسيا تعبانة جدا، عايزة أرمي نفسي من فوق، إحساس صعب جدا. نفسي أكتر من جسدي، وعايزة أقوم أعمل مثلا الأكل بتاعي، عايزة أعمل عصير ليمون، عايزة حاجة، وأنا تعبانة ومش قادرة، بشتغل غصبا عني. يعني كانت فترة متعبة جدا جدا، بس أشكر الرب لأنه بيسمع الصلاة، إخواتي كلهم وصحابي والقديسين اللي في الكنيسة اللي عرفوا إن أنا عندي الكورونا كانوا بيرفعونا في الصلاة أمام عرش النعمة أنا وجوزي. ونشكر الرب، الرب سمع واستجاب، وإلهنا صالح، هو أخذ أجسام، أخذ آلامنا وأخذ آلامنا وجروحنا على خشبة الصليب في جلداته. نشكر الرب لأنه صالح، لأنه هو إله كل نعمة ومطر كل بركة. الله هو الرب الشافي، هو اللي بيشفي، زي ما حزقية قال لحزقية: سمعت صلاتك، رأيت الدموع، فأنا ذا أشفيك. أشكرك يا رب، أشكرك الرب مد إيده وشفاني خالص، أشكر ربنا، الكحة راحت وكل الأثر راحت، والرب عظيم، يتمجد اسم الرب. شكرا يا أخ نزار، ربنا يباركك يا أختي أنجيل. بس عاوز أسألك كمان سؤال، أنت وزوجك حاليا اتشفيتوا بالكامل؟ في ناس كتير خايفة من هذا المرض، إيه الرسالة اللي بدك توصليها للناس؟ يعني الخوف موجود في أي حتة، بس المهم الحالة النفسية، أني أبقى عيني على رب واثقة أن إلهي صالح، وأنه هو الشافي، وأنه هو المتحكم في كل شيء. حتة الفيروس زي تقوي إيه علشان خاطر أخاف منه، وأنا لي إله عظيم وإلى إله قادر على كل شيء. أول حاجة أن أنا أثق أن أنا في يد أمينة، اللي ما يشفق على ابنه بل بذله لأجلي، كيف لا يهدني معه كل شيء، كيف لا يحامي عني ولا يحفظني. فأهم حاجة الإيمان بالرب إن هو الشافي، إن أنا ليا، لو أنا عمري انتهى لا دواء ولا غير دواء هينفع، لكن أنا ممسوكة في يد إله عظيم وإله حنان وإله شافي. دي أول حاجة. ثانيا إن أنا أمشي على التعليمات وما بقاش خايف، ويعني أخد زي ما بيقولوا حاجات سخنة، ونتغذى كويس، هو عايز كده، ونشرب حاجات سخنة كتير، لأن الفيروس بيبقى في الزور، لو الزور بارد هو بيعيش أكتر في البارد، لكن لما بنشرب حاجات سخنة بينزل بسرعة في المعدة ويموت. فنشكر الرب، لأن يعني لو مشينا حسب التعليمات وبعدين نخاف على جيراننا وعلى أخواتنا وحبايبنا من الفيروس، من حدش لو حد يجيب لنا حاجة يعلقها لنا في الأوكا بتاعت الشقة ويمشي، علشان حرام علينا ان حد يتعب مننا. والرب صالح وقادر على كل شيء، ان هو يمنع هذا الفيروس وينهي نهائيا باسم يسوع الرب. أمين. يا رب وضع حد للبحر وقادر يوضع حد للفيروس باسم الرب يسوع. امين. ربنا صالح وقادر على كل شيء. ايمانك ربي يباركك، ربي يباركك يا اخت انجيل، ربي يباركك. وهذا الإيمان، نوع إيمانك فعلا بشجع كتير. ربنا يحميك ويحمي جوزك وأولادك وبيتك، والرب يبارككم، وتكونوا دائما مستخدمين، مستثمرين لمجد الرب، له كل المجد. شكرا جزيلا أخت أنجيل.